معاكم الدكتور نبيل فوزي استشاري طب الاطفال. هنكلمكم في الحلقه دي عن حاجه مهمه قوي، اللي هو ايه الجروب فاكتورز او الجماعات المعرضه اكتر من غيرها للمرض ده او الفيروس ده. اعلى حاجه معرضه اللي هم السن اللي هو فوق 60 سنه. الناس دي يعني ننصحها بشده بالتزام المنزل وما تخرجش غير للضروره القصوى. يعني بره دلوقتي في بلاد معينه عامله فوق 60 سنه قاعد في البيت محظور انه يخرج، وهم بيوصلوا له حاجته لو في دواء او اكل هم يوصلوه بحيث انه ما ينزلش خالص ويعرض نفسه للموضوع ده. في العامل الثاني المهم قوي اللي هو الناس اللي هو عندهم امراض معينه، امراض مزمنه، يعني زي السكر زي القلب زي الكلى، امراض مزمنه مش اي حاجه يعني ما نتخضش. الناس اللي هي بتاخد كيموثيرابي، الناس اللي بتاخد ادويه مثبطه للمناعه، الناس دي برضو المفروض ما تنزلش من بيتها خالص. في ناس بقى المهمه قوي اللي هم الطاقم الطبي اللي هم اكتر ناس في المواجهه ومعرضين للموضوع ده. لازم طبعا في احتياطات نازله دلوقتي، بروتوكولات ازاي كل واحد يخلي باله على نفسه ويخلي باله على اللي حواليه. في بقى قصه الاطفال اللي هم ما بيجيلهمش، هو الغالبيه ما بتجيش، لكن ابتدى مع تطور المرض انه يحصل حالات صحيح فرديه لكن موجوده، فما نتكلش على كده قوي. لكن الطفل خطورته انه مش باين عليه اعراض لكن عمال ينقل من ده لده لده، وخصوصا للجدود. فانا لو خايف على اهلي او خايف على ابويا وامي اخلي الطفل في مكانه وابعد عنه ابويا وامي، يعني عشان اخاف عليهم. الطفل مش باين عليه اعراض لكن هينقل له مرض، فارجوكم نخلي بالنا من العوامل دي كلها.